قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اشتبكت مع 4 طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن ونجحت في تدميرها. وأضافت في بيان أن تلك المسيرات كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. من عدن ينضم إلينا مراسلنا ياسين الرضوان، نتابع معك تفاصيل كل هذه المعلومات وأيضا ما آخر التطورات لديك. نعم كارولينا، إذن العمليات الأخيرة شملت استهداف 4 مسيرات طويلة المدى كانت تستهدف قطعا وسفنا حربية في البحر الأحمر وكذلك البحر العربي، وشنت أيضا مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني غارات على أهداف في منطقة القطينات في مديرية باقم بمحافظة صعدة شرق أو شمال أقصى شمال اليمن. وامتدت هذه الغارات، يعني عادة ما تمتد الغارات إلى عدد من المحافظات منها محافظة الحديدة التي تتركز فيها الجهود الرئيسية من الغارات في هذه المنطقة، وتمتد إلى محافظة حجة وكذلك إلى العاصمة التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وكذلك أيضا في محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس، وأيضا محافظة تعز. هذه المحافظات التي دائما ما تصبح مسرح عمليات مركز للغارات الأمريكية البريطانية، ويواصل أيضا جماعة الحوثي تواصل جماعة الحوثيين عمليات الاستهداف المتواصلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك امتدادا حتى المحيط الهندي. وتقول المصادر العسكرية اليمنية أن هنالك صعوبة في إيجاد الحوثيين لعدد من الأهداف التي تتواجد أو تمر في هذه المنطقة الحيوية، وأن حتى مع مساعدة الخبرات وأيضا الاستخبارات التي تقدمها السفينتين الأمريكيتين قبالة سواحل بوتي، مع ذلك هنالك ندرة في مرور هذه السفن، وهو ما اعترف به أيضا زعيم الحوثيين في الأوقات السابقة. وأيضا تتحدث أيضا المصادر عن عمليات تحشيدات واسعة تقوم بها الحوثيون ويقوم بها بالاتجاه العسكري أو باتجاه الجباهري، حيث دعا يوم غد إلى الخروج جباهري كبير وحشد 10,000. ويقول أيضا مراقبون يمنيون أن عملية الحشود في صنعاء وفي المحافظات التي تقع تحت سيطرها سهلة، وأنها بإمكان أي طرف يسيطر على هذه المناطق عمليات الحشد المتواصل. وتقوم أيضا الطائرات الأمريكية بتنفيذ ما يقرب من 70 إلى 80 طلعة جوية لاستهداف مناطق حوثيين أو السفن أو الصواريخ التي تطلقها وكذلك المسيرات كارولينا. شكرا جزيلا لك من عدن مراسلنا ياسين الرضوان.